داكم بداية كنشكر جميع المغاربه حقوق الانسان على حفل الاستقبال اللي عملته لي. كنشكر جميع الحضور اللي حضروا معايا سواء من المحامين سواء من الحقوقيين سواء من الصحفيين اللي عنوا على التضامن ديالهم من بداية القضية ديالي. بالنسبة لهذا الحفل هذا كيجي من بعد يعني خروج من السجن اللي كان دوز 47 يوم يعني ظلما وعدوانا. اكيد كنت سعيده بالاستقبال ديال جميع المغاربه حقوق الانسان خصوصا على انهم كانوا من الداعمين الاولين ديالي في القضيه، وسعدت على انهم استقبلوني على انهم رحبوا بيا كنشكر ايضا جميع وسائل الاعلام اللي غطات قضيتي بطريقه مهنيه ومستقله وكانت كتحرى في البحث عن المعلومه، يعني ما كانتش كتاخذ بلاغات او مقالات مكتوبه باش تنشرها يعني مثل عدد من المواقع. وكنشكر جميع الناس اللي تضامنوا معايا جزيلا. اليوم نحن في مقر الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في اطار حفل استقبال لهاجر ولي، عبرنا فيه أيضا عن شكرنا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللعديد من الجمعيات والمنظمات المغربية والدولية التي تابعت موضوعنا والتي دافعت كذلك عن براءتنا ودافعت عن حقنا في الحرية، كما عبرنا عن شكرنا للصحفيين والصحفيات في العديد من المنابر الصحفية المحترمة، وأيضا كذلك عبرنا عن شكرنا للمحامين والمحاميات الذين ترافعوا عنا والذين آمنوا ببراءتنا والذين كان لهم دور مشكور طيلة فترات أو فترة المحاكمة أو طيلة مراحل المحاكمة.